السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد الوزير، هل يعقل أنك، اسمح لي أنا هذه الرسالة بغيت توصلك، وهل يعقل تريبورتور كنا كنخلصوا فيه 1300 درهم، ومنين نمشي دابا نخلص لاسيرونس يقول لي 2600 درهم؟ هل يعقل 2600 درهم 26000 ريال تزاد دقة واحدة على تريبورتور؟ علاش عندي طوموبيل، عندي هوندا، راه عندي غير موتور، إلا زدت عليه 26000 52000 ريال، هوندا كتخلص 56000 ريال، يولي موتور يخلص 52000 ريال، راه الحماق هذا. حشومة سعادة الوزير، رحنا دراوش تكيسوا علينا، ما صوتناش عليكم باش تعداو علينا، راه صوتنا عليكم باش تحسوا بينا ماشي تزيدونا. سعادة الوزير، راه تريبورتر هو اللي كنعيش به، الكرامة ديالي باش نعيش باش نصور طرد الخبز. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى الخوت تبارطاجيو هذا الفيديو، خصو يوصل، خصو يوصل المسؤولين. او تريبورتور كنخلص عليه 26000 ريال، نمشي نخلص اليوم لاسيرونس شحال قالوا لي؟ 52000 ريال. هل يعقل؟ هل يعقل؟ واش هذا الحماق ولا الخرجة للعقل ولا شنو؟ انا باغا ناكل جنابي، لاسيرونس تزاد فيها 26000 ريال في دقة واحدة. او فين حنا؟ فين حنا؟ واش سيدنا داروا لينا باش نتمعشوا به وانتم بغيتوا تقهرونا؟ الله يجازيكم بخير، ما صوتناش عليكم باش تدفنونا، صوتنا عليكم باش تنصفونا. حرام 52000 ريال، راه حرام، راه عيب وعار. كنتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو هذا باش يوصل للحكومه، حيت هذا الشيء حرام وعيب باش توصل تريبورتور 52000 ريال لاسيرونس في العام، راه بزاف اسعد الوزير، راه بزاف. لا يعقل تزيدني 26000 ريال دقة واحدة، أنا التريبورتور كياكل ليا 1000 ريال في النهار ديال ليسانس، حسبها أنت شحال جات في العام، 1000 ريال ليسانس كياكل ليا، عاد ما أدرك تقول لي نخلص لك 52000 ريال في العام.